صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت وبتفويض من المفوضية الأوروبية قدم هبة إلى مخيمي صبرا وشتيلة قيمتها 400,000 يورو تساهم في تحسين الوضع المعيشي للاجئين الفلسطينيين. تحقيق في إطار برنامج إيرو نيوز للزميلة كاتيا شعير. رحلوا هاجروا قسرا من ديارهم فاستقروا في مخيمات تستضيفهم إلى حين العودة إلى فلسطين المحتلة. مخيم صبرا وشتيلة هما نموذج عن مخيمات أخرى تعاني الفقر والحرمان. أطفال يلهون في أزقة متلاصقة يقصدون مدارسهم ويترعرعون في ديارهم المستأجرة إلى حين. هم بحاجة إلى مشاريع أيا كان نوعها تفيد ويستفيدون منها على طريقة المثل القائل الكح الأحلام العمى ليصبح مشروع المفوضية الأوروبية بالتعاون مع صندوق التنمية الاقتصادية في بيروت منفذا اقتصاديا يساهم في تحسين الوضع المعيشي في المخيم. بعد اجتماعات متتالية مع المفوضية الأوروبية سنبحث في مساعدة الأهالي المحتاجين في منطقة صبرا وشتيلة وتحسين ظروف العيش في المخيمات الفلسطينية تحديدا وجوارها. وبعد عدة اجتماعات قررت المفوضية بالتعاون مع بيت الغباري أن يكون هناك مبلغ محدد ب 400,000 يورو تقريبا لجملة مشاريع تساهم في تحسين الواقع المعيشي في المخيم. مشاريع نفذتها المفوضية الأوروبية للمساهمة في تنظيف شوارع المخيم إضافة إلى إنشاء 3 محطات كهربائية تغطي المخيم نوعا ما بالتيار الكهربائي. وفي الشأن الصحي قدم صندوق التنمية الاقتصادية بتفويض من المفوضية الأوروبية معدات للعلاج الفيزيائي لمخيم شتيلة الفلسطيني إضافة إلى تجهيز معمل خياطة يشجع النساء على الإنتاج المحلي داخل المخيم ودعما لصالونات تجميل في إطار تشجيع عمل النساء الفلسطينيات. إذن قامت المفوضية بدعم المشاريع الإنمائية علها تخفف من معاناة أهل الشتات لأن المقيمين في المخيمات الفلسطينية يخضعون لقوانين تضبط عملهم في البلدان المستضيفة. في الصفحة الإقليمية في العراق